دلوقتي مع فقرة لقاء مع كاتب، والنهاردة لقائنا مع كاتب له 4 إصدارات هنتعرف عليه وعليهم حالا، وله دور تاني في الثقافة هنتعرف عليه. معنا الكاتب إسلام عبد الباقي. ازيك يا أستاذ إسلام؟ تمام والله الحمد لله. اتكلمنا عن إصداراتك الأربعة اللي حضرتك نشرتهم. هو كان عندي الإصدار الأولاني للقبيلة الزرقاء، وبعديها كانت بدونه، والإصدار الأخير اللي هو بالعامية الفصحى، وفي توبة إبليس ما قبلهم يعني. بس دول الإصدارات الأربعة اللي نزلتهم في يعني متواليين كده، وربنا ييسر الحال يعني، احتمال أنزل بحاجة جديدة المعرض القادم يعني. ان شاء الله. اللي متابع الكاتب اسلام عبد الباقي بيلاقي ان هو دايما بيميل للمنطقه النفسيه والفلسفيه. ليه بتختار المنطقه دي؟ يعني انا مثلا بدونك وفيها حته نفسيه جامده حلوه خالص، توبه ابليس فيها حته فلسفه، ليه المنطقه دي بالذات هي اللي بتسويك؟ وعارف ان مشروعك الجديد مش هتكلم عنه برضو في حته نفسيه جامده، يعني ليه بتستهويك المنطقه دي؟ الاستمراريه هو ده الحاجة الوحيدة، حتى لو مش هتقرأ النهاردة ممكن تقرأ بعد 20 سنة، لأنه النفس هي من الحاجات اللي بتستمر معاك، وتصرفاتها ممكن تكون يعني في دايرة بتفضل طول الوقت مستمرة، فلذلك هي بتعيش أكتر. الحاجات النفسية أو المرضية النفسية أو الحاجات الفلسفية، فهي في الآخر بتعيش حتى لو على آخر يوم في الأرض. فبالتالي هو ده كان مشروعي في بداية، حتى من القبيلة كانت بتتكلم عن الوهم والحقيقة، وبدونك برضو كانت مرض نفسي، وتوبة إبليس فكرة فلسفية عن توبة إبليس وهكذا يعني. كتابك الرابع اللي هو بالعامية الفصحى، أعتقد إن هو مش من يعني الثلاث إصدارات الأولانيين روايات، وإن كان معظمهم أو نقدر نقول عليها نوفيلا أو رواية قصيرة يعني. الإصدار الرابع بالعامية الفصحى ده كتاب بيتكلم عن إيه؟ العامية الفصحى هي مجموعة من المقالات الساخرة، بتتكلم في بعضها تاريخية عن بعض سير ذاتية لبعض الناس في التاريخ، وبعضها مقالات عن النفس البشرية برضو، وتحكمات النفس البشرية لكل فرد فينا، هي برضو تخص لكن بشكل ساخر كنوع من أنواع المقالات الساخرة. طيب مشروعك الجديد ننتظره امتى؟ لان انت بقالك فتره كتيره كده خاصه في مجال الروايه، يعني انا بتكلم عن الروايه، يمكن في العاميه الفصحى لسه نازل من شهور في معرض القاهره اللي فات، واحنا دلوقتي في معرض الاسكندريه اللي في المكتبه، فالمفروض نازل لك. هل في حاجه المشروع نفسه جاهز او قرب او على وشك او ننتظره في معرض القاهره؟ والله هو المشروع اللي انا شغال عليه هو مشروع وحيد او روايه وحيد، دي هي بتتكلم عن مرض التوحد، فهو بس هي مشكلتها ان هي صعبه وبتبقى محتاجه بحث، وكل يوم بيخرج بحث جديد بيخليك تعيد تاني من اول وجديد، وده ان شاء الله ان ربنا اراد هيكون باذن الله على معرض القاهره القادم يعني، باذن الله. احنا خلاص يعني تقريبا في اواخر الروايه يعني. ربنا يوفقك يا رب. اقتحمت انت مجال النشر اخيرا او مؤخرا يعني، ايه الدافع وراء اقتحامك للمجال دوت، وايه الصعوبات اللي قابلتك فيه لغايه دلوقتي؟ والله هو الدافع التجديد، انه اكيد يعني بعد 4 اعمال او هنقول 3 اعمال، انه بالعاميه الفصحى تقريبا بقى نفس الدار يعني بتاعتنا، بس هو فكره التجديد، فكره انه في بعض الامور الواحد كان بيشوفها بعد التجربه بتاعته مع دور النشر، فحابب ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يتفادى الاخطاء الاخرين يعني، ويبدا يعمل ده بوجهه نظره، بشكله، بمضمونه، بفكره، انه الفكره ما مش دار نشر وكاتب، الموضوع هو مشروع متكامل ما بين الاثنين، فهو ده الكونسبت الحقيقي اللي احنا بنحاول نعمله في المحتوى العربي، انه مشروع متكامل ما بين كاتب وما بين الدار، مش الدار عايزه تبيع بس ومش الكاتب عايز يبقى احسن حد لوحده، هي كلها دايره مكمله تكميليه، بحيث ان احنا نظهر بالصورة الثقافية الحقيقية اللي المفروض تحصل. ربنا يوفقك يا رب، ومتشكر جدا ان انا خدت من وقتك الحبة دول، ويا رب بالتوفيق ليك سواء في المجال الادبي او في رواياتك واعمالك الادبية او في مجال النشر. ان شاء الله، ونتمنى يعني انه نكون عملنا والاقل يعني
بادرة أمل كده في مجال النشر في الفترة القصيرة اللي احنا عملناها، ونتمنى ان احنا الواحد يسيب في الآخر يعني أثر جيد الناس بعد كده تترحم عليه لما ربنا يتوفانا. طولة العمر يا رب. وفي النهاية بنشكر الكاتب إسلام عبد الباقي، وإن شاء الله إلى في لقاء آخر مع كاتب آخر بإذن الله.